تاخد شقفة من قلب كل واحد فينا بمختلف الطرق. حدا في ينسى شقفة من قلبه؟ اليوم نحن صحيح أهالي ضحايا، نحن جرحى ومتضررين، واقفين عم نطالب بحقنا وقاشعين ببلدنا في ضحايا الخوف، ضحايا اللاعدالة، ضحايا إخفاء الحقيقة، ضحايا أنانية ما بتسمح لسلطة تتخطى نفسها لإحقاق الحق ولولا مرة واحدة على جغرافية الوطن. تفجير مرفق بيروت للعدالة والتاريخ. مشاهد وأحداث ما تخيلنا بنهار نقطع فيها، لملمنا حالنا من أنقاض الضياع لأنه في حدا ضايع، عم نعيط له ما عم بيرد. بزوايا بيروت تناسرنا تنفتش باللحم الحي عن أشلاء من لحمنا ودمنا. شربل ونجيب وشربل، إخوة على الأرض كل العمر وملايكة بالسما للأبد. بأول أيام من بعد الانفجار ما حدا من المسؤولين كلف خاطره يوضح لنا شو صار، بل طلعوا وأعلنوا شبابنا شهداء على التيفي بلا ما يكون عندهم إثباتات أو حيالله شي يبرهن هيدا الموضوع. بعد ثلاثة أيام بيقصدنا صديق ما له علاقة بولا جهة رسمية من الدولة، بيقلنا أنه لازم نعمل فحوصات دي أن أي. سألته كيف بدي أعمل فحوصات دي أن أي وببيتنا بعد فيه أمل أنه إخواتنا يرجعوا ماشيين على الدرج. قال لي عم بلاقوا أشلاء بقلب المرفأ منا معروفة لمين وما عم ببين هول الأشلاء لمين. أخذت بنتي الصغيرة اللي كان عمرها سنتين بالخفة تأهلي وأهل جوزي وأهل ابن عمي ما يعرفوا إنه خلص ما بقى في أمل. أخذتها بالليل ونزلنا عملنا فحوصات الدي أن أي. من بعد جمعة بيفيقوا بالأدلة الجنائية وبيتصلوا فينا بيقولوا لنا نزلوا عملوا فحوصات دي أن أي وهن النتائج أصلاً صارت موجودة عندهم ما بعرف كيف. بهيدا الوقت تنقدر نعرف عن جد شو عم بيصير على المرفأ وشو اللي عم بيلاقوه كنا عم نتواصل مع أصدقاء لقلنا وشباب من فوج الإطفاء عم بيفتشوا باللحم الحي على إخواتهم تحت، وهيدا الشيء بيبرهن هيدا اللي عم بحكيه، وبهيدا الطريقة كنا عم نلاقيهم. بالطريقة البدائية كان عم بيصير التفتيش وكل الجهات الرسمية كانت غايبة عن السمع، ما كان في حدا من أي جهة عم تتدخل تحت، ما عذبوا حالهم يكونوا إلا بأوقات نادرة بس يجي شي حدا مسؤول حابب ينزل يتفرج عم بيصير على البور. كانوا يجوا ضمن الدوام الرسمي من 8 للتنتين ويحملوا حالهم ويفلوا ويوقفوا التفتيش بالليل بحجة إنه ما في كهرباء وما في ضوء وما عندهم إنارة يفتشوا. شو صار؟ وين ولادي؟ بيروت وقعت تحت الردم، صارعت لقيمتها مثل ما الكل زاح عنه حجر تيزحف صوف حدا يخلصه. هالحجار تركوا بأجساد اللي غمروها جروح خارجية أبدية وغمرت للأبد أجسام قوية. كان تالت أكبر انفجار غير نووي أقوى منه. أنا اسمي ميراي خوري، أنا أم لولدين نور وإلياس، أنا مربيتهم بدموع عيوني وحياتي كلها لإلهم. كنت أعتبر حالي أكتر أم محظوظة، بأربعة أب كل شي تغير، حياتي انقلبت وأنا فيني أكد لكم أني أتعس إنسان على الكرة الأرضية. بلحظة واحدة وعيت لقيت بيتي كله مهبط على راسنا، فكرت انه صار زلزال، فكرت انه اخرة الدنيا، ما كنت عارف شو صار. بظهر بلاقي ابني ملقوح كله دم وعيونه مسكرة، بنتي كمان كلها دم، انا كلها دم، وبتلفي لأمبولانس بجري بلاقي أمبولانس ما بلاقي. ابن جوزي بيوصل بيحمل ابني وبينزل فيه بصير يصرخ للمرئين، ابني عمره 15 سنة، الله يخليكم ساعدوني، الله يوجه له الخير، في واحد بوقف له بياخده على المستشفى. انا وبنتي كل حدا منا بيروح على موته، بعد شوي بيتصلوا بخيي بيقولوا له بنت اختك موجوده غايبه عن الوعي على رصيف قدام حدا احد المستشفيات. شو
أنا بقعد 13 يوم بالمستشفى، إلياس بيكون كمان. بظهر بعد 13 يوم بفكر إنه رح يكون منيح ورح أقدر ضمه، بس إلياس بينطرني تأظهر حتى يترك هيدا الدنيا. نور كمان عندها كتير جروحات أو كتير عمليات، وبعدها لهلأ عم تعمل عمليات، وفي إشياء رح تحملهم كل حياتها. أنا مش مهم شو صار فيني، ومش رح أحكي اليوم عن إنه البيوت كمان انسرقت، البيوت المهدمة، بس رح أقلكن. ومش رح أحكي كمان عن إلياس، لأنه إذا بدي أحكي عن إلياس حياتي كلها ما بتخلص، ما بتكفي، ما بتكفي حتى أقدر أحكي عنه قديش هو كان سبيسيال. أنا بس رح أقلكن إنه كان في مواد متفجرة 7 سنين بالبور الرئيسي للمدينة، للبور الرئيسي للبنان كله. 7 سنين، نص حياة ابني، في ناس خزنوها، وناس عرفوا إنه كانت موجودة، وناس عرفوا فيها وتركوها، وناس حتى ما تعبت إنه تحذرنا. حتى آخر 20 دقيقة وقتها تولعت النار وفي ناس بتعرف إنه في مواد متفجرة، بدل ما يعملوا إيفاكيويشن للمنطقة، بدل ما يقولوا لنا إنه في نترات هربوا، بعتوا ورا فوج الإطفاء، بدل ما يفضي المنطقة بعتوا ورا تيفجروه. هيدي القضية إذا مرقت مثل كل القضايا اللي راحت قبل، إذا هيدي القضية مرقت بلا محاسبة، بيكون نحن شعب ما رح حياته يعرف يحاسب، وأنتو كمان رح تكونوا نواب ما بحياتكم رح تعرفوا تحاسبوا. والمحاسبة والعدالة والقضاء هن أساس بناء أي دولة، وإذا ما في بناء، ما في محاسبة، ما في عدالة، ما في قضاء، مش رح نعرف نبني دولة بحياتنا. وللمجتمع الدولي بقول له، ولكل الدول يلي بتآمن بحقوق الإنسان بقول له إنه هيدي جريمة ضد حقوق الإنسان بكلمة للكلمة من معنى، وبطلب إنه تساعدونا بفاكت فاندينج ميشن بأي شيء بدعم التحقيق، لأنه التحقيق بعد اليوم واقف وله أكثر من 4 أشهر ومعرقل، وما بعرف إذا رح يمشي، وإذا مشي ما بعرف إذا رح يرجع يتعرقل. ميرسي. كلنا دون استثناء كنا عايشين قبل 4 آب همومنا طبيعية عادية، مبسوطين ومكتفيين. من بعد ما طلع الصوت اللي ولا ممكن نقدر ننساه وما خلف عنه غير الدمار، فات عقلب بيروت، هدم الذكريات، حطم الأمل، وترك تساؤلات كتيرة. ليش أنا مش هو؟ ليش ما حدا ساعدني؟ حدا عنده رافعة شيل فيها بيتي عن خيي وإخواتي؟ عبدو عطا هو خي التوم، الحلو المهذب الكريم المثقف، وشادي أبو شقرة هو الشاب الخدوم الأخرس والأطرش يلي إجا يزور عبدو نهار الثلاثة 4 آب بعد الظهر. ساعة 6:07 شادي يلي ما بيسمع سمع أول وآخر صوت بحياته، وعبده يلي بطل معنا بعده عم يستقبل أصحابه أكيد بغير محل، بس بزيت الضحكة وبكرمه وبنكته. وعصام خي الصغير، عصام قرر يترك أمريكا لأنه طقسه مغم ويرجع يتدفى بشمس لبنان. اندفن 17 ساعة تحت الردم، عم يتنفس دم وتراب وشوية هواء. عصام اضطر يرجع على البلد المغم يتعالج من العطل يلي بيجره، لأنه بلد الشمس يلي قتله خيه وكان قتله ودفنه تحت ركام
بس ما قتلوا عزيمته انه يرجع اول ما يقدر يدعس على اجره تا يعرف حقيقة مين قتلوا خيو. وبما انه ما منعرف بعد الاسباب المباشرة لهالتفجير، بس اكيد انه هيدي المجزرة ما كانت صارت لولا الانحطاط الاخلاقي بالمؤسسات العامة وبالقضاء وبإدارة العامة. مجزرة بكل معنى الكلمة، دموية جسدية ونفسية على آلاف اللبنانية. شخصين على ثلاث أشخاص صاروا يعانوا عوارض نفسية بدراسة أجرتها ميدسان سان فرونتيير. نوبات هلع، نسيان، أتاك دو بانيك، بي تي اس دي، انسومني، قلة التركيز، وبينرعبوا من أي صوت، وكل هول ما عندهم ولا قانون بيحميهم. آلاف القصص والأشخاص المتروكين لقدرهم من المعوقين الجدد من دون أي عناية. أشخاص وعيوا ما بيتعرفوا على أجسامهم، وأشخاص ما وعيوا وبعدهم بالكوما لهاللحظة. سكان بطلت ببيوتها لأنه تدمرت جزئياً أو كلياً وبدها ترجع بيوتها، وهول كمان ما عندهم ولا قانون بيحميهم، وهن مسؤولية الدولة تتأمن لهم حقوقهم وترجعهم على بيوتهم، ومش مسؤولية الجمعيات يلي ولا مرة فيها تحل محل الدولة. مطلوب منكم تفعيل القوانين يلي بتحمي السكان المتضررين بترجعهم على بيوتهم، لأنه في لجنة بس ما بتجتمع، وفي صندوق بس ما له موازنة. ونحنا ما كان لنا دور بولا شيء، ولا أنه نجينا من الانفجار، ولا أنه ضلينا عايشين، أو إذا بقيت عيننا أو إذا طارت، ما كان لنا ولا دور. كل هيدا الشيء صار والعدالة من سنتين لهلأ بغيبوبة. ما شفنا إلا محاولات مكرفة لطمس الحقيقة والتحقيق، ولأبعد التحقيق الأول المحقق العدلي سوري، وهدم الإهراءات وحماية المتهمين وتحصينهم، وقت الحصانة الوحيدة اللي لازم تكون هي للحقيقة وللعدالة. ونحن اليوم دعينا كل النواب المنتخبين من كل الأحزاب ومن كل المجموعات لحتى تبلشوا تحطوا إيديكم بإيد بعض، وما بقى نسمع شعارات عن العدالة والحقيقة ونبلش شغل، لأنه الحقيقة إذا وصلت متأخرة منا حقيقة. شكراً. كتير من سكان بيروت والعالم اللي تواجدوا فيها بأربعة آب عاشوا الحرب، لأزايف رصاص والدمار. بخبرونا لليوم إنه ما قطع عليهم مثل مشاهد هيداك النهار المشؤوم. ضلكن مذكرين إنه في عالم بعدها لهلأ مأسرة بجروحاتها، وبعده قلبهم عم بدق نايمين عم يحلموا يوعوا عوطن جديد. الصبية اللي واقفة قدامكن مثل كتير شباب وصبايا كانوا متأملين إنهن عايشين ببلد رح يأملن كل شي ليحققوا أحلامهم. بس بأربعة آب 2020 الساعة 6:07 أحلامنا صارت كابوس، وبلدنا صار مقبرة جماعية، ونحنا يلي سائبنا حظنا وبقينا عايشين شايفيننا عايشين، بس نحنا كل يوم مع كل وجعنا مع كل عملية مع كل عذاب نفسي منكون ميتين ألف موتة. صح في أكتر من 232 ضحية وشهيد فقدوا حياتهم، وصح إنه ما في خسارة أكبر من خسارة حدا منحبه. وعمتي تراس خوري يلي قررت كمان تترك فرنسا وتجي تقضي آخرتها هون مقعدة الانفجار قضي لها حياتها. آلاف الأشخاص
بعدهم عم بيعانوا من جروحاتهم، منهم بغيبوبة ومنهم بعدهم بالعملية ومنهم بعد عندهم عمليات، وأنا وحدة منهم. كتار فقدوا نظرهم، كتار فقدوا أطرافهم، وكتار فقدوا الأمل، إلا أمل واحد، إنه العدالة هي اللي بتلغي مش هي الملغيت. عدالة انفجار أربع آب بتلغي الزعامة، بتلغي الكراسة، بتلغي كل إنسان مفكر حاله أكبر من أصغر ضحية سقطت بانفجار أربع آب 2020. ما في أصعب من إنه تشوفوا حياتكم مكفاية وإنتوا واقفين مطرحكم، وما في أصعب من إنكم تشوفوا الناس اللي سببوا لكم هذا الانفجار مكفين حياتهم على أشلائنا، على دمنا، على وجعنا، ورافضين يتحاسبوا. إذا بعدكم هربانين من حساب القاضي ومن حساب الأرض والعدالة الأرضية، وإذا فكركم إنه كراسيكم يلي قاعدين عليها هي حصانتكم، قدام ربنا ما في حصانة، ما في كرسي، في عدالة، والعدالة جاية إذا مش على الأرض أكيد بالسماء. مثل ما واجهنا مخاوفنا بليلة أربعة آب، قررنا نواجه كل هجوم، وبلشت الصعوبات، وحتى أوقات تواجهنا بالضرب، وصار في تلاعب على القانون وبعض ثغراته اللي معمول أصلاً تيحمينا وتتسود العدالة بالبلد، بس صار القانون بثغراته كهف لكل فار من وجه العدالة. أنا سيسيل روكوز، أخته لجوزيف روكوز، كان يشتغل بقلب المرفأ. بأربعة آب انفجرت المدينة، وبأقسى ظروف وأبشع من اللي شفتوها بكتير، كنا عم نفتش على ضحيانا بين الجثث والمصابين والدم والركام، وما لقيناهن إلا جثث وأشلاء أو شقف أشلاء صغيرة. هي جريمة ضد حقوق الإنسان، أخذت ضحيانا وشهدائنا من شغلهم وبيوتهم الآمنة، ودمرت المدينة بثواني. جريمة بتخوف كتير، وعلى ضخامتها خوفت أكيد السلطة اللي جربت على الفور تحتوي غضب الشعب كله، وحولت محل ملف التحقيق لمجلس العدلة. فكرنا إنه جريمة بهالضخامة ما في شيء بيوقف بوجهها، بس تبين إنه هذا الملف بيحتوي على جريمتين. الأولى هي الانفجار والضحايا والمتضررين والدمار. هيدي الجريمة ما عم نحكي عنها، لأنه تحت ظل عدم صدور القرار الظني بيبقى التحقيق سري، والمحقق هو اللي عنده كل المعطيات. الجريمة الثانية هي اللي بدنا نحكي عنها، تعطيل سير العدالة، اللي هو جريمة بكل معنى الكلمة. كيف بلشت العرقلات والأساليب المبتكرة لعرقلت المسار القضائي؟ أول شيء تعين محقق عدلي فادي سوين، ما عجبهم أبعوه بحجة إنه بيته متضرر بالأشرفية وما رح يكون موضوعي. تعين محقق عدلة تاني أخذ وقته ليقرأ الملف، تابع من حيث سلفه وادعى على السياسيين اللي هني هلأ موقفين الملف، طيفوا الملف، احتموا خلف الطوائف بوقت الضحايا من كل الطوائف والأحزاب والملل، جربوا ينقلوا الملف من المجلس العدلي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهيدا التسييس بحد ذاته لما الأهالي اعترضوا واعتصموا بعين التينة، انضربوا ودخل منهم على المستشفيات وما زبطت معهم. تقدم المطلوبين السياسيين وبالمداورة ودون توقف بطلبات رد وداد ونقل ملف للارتياب المشروع ومخاصمة الدولة. وصلت الدعاوى لأكثر من 30 دعوة، ومعظمها تعسفية ما بتهدف إلا لعرقلة التحقيق. سخروا القوى الأمنية لمنع من عدم تنفيذ المذكرات الصادرة من القضاء واللي هن ملزمين بتنفيذها، ضغطوا لعدم إعطاء الأذونات لملاحقة مدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة، وزير الداخلية
خالف قانون اصول المحاكمات الجزائيه، حصر التبليغات بملف المرفق بالمباشرين المدنيين بوقت القانون بنص صراحه انه الضابطه العدليه يعني الدرك هن اللي بيبلغوا. تدخلات وما اكثرها من احزاب معينه وعلنا تتنهي التحقيق، ومن تكثيف اطلالات اعلاميه وطلبات للحصول على تقارير من ملف التحقيق السري، وصولا لدخول أسمى مؤسسة وهي مؤسسة قضائية لتهديد وترهيب القضاة وتخويفهم، ولما ما زبطت معهم لجأوا للتهديد بالشارع وتعريض السلم الأهلي، وبعدها علقوا حضور جلسات مجلس الوزراء تيلاقوا حل لأبع القاضي، ورجعوا عن قرارهم بس لقيوا طريقة شيطانية تيوقفوا ويعطلوا الملف. قدم علي حسن خليل وزعيتر دعوة مش مقبولة بالشكل قدام محكمة ناقص عدد أعضائها بس تيوقفوا التحقيق، وبس قربت الأمور تتنحل ضغط رئيس مجلس النواب على وزير المال لعدم توقيع المرسوم دون أي سبب مشروع، وصرح بهالشي قدامنا رئيس الحكومة وقالنا أنه الضغط لعدم التوقيع هو من رئيس مجلس النواب. يعني هلأ آخر معرقل للعدالة هو وزير المال يوسف خليل. نحن بدنا نطلب بليز بدكم تسألونا نحن شو السبب يلي هلأ دعينا فيه حضراتكم وعم نطلب منكم مساندتنا. نحن بدنا مساندة، نحن عنا مكتب ادعاء منوثق فيه وعم بيتابع الأمور وفقا للأصول، بس نحن بدنا المساندة بوضع وإصدار قانون لاستقلالية القضاء، رفع الحصانات عن كل مطلوب للعدالة. بدنا قانون استقلالية القضاء، رفع الحصانات عن المطلوبين للعدالة، عدم الضغط على القوى الأمنية لمنعها من تنفيذ مذكرات التوقيف، تعديل القانون لمنع التعسف استعمال حق رد القضاة والطعن فيهم. علينا وعليكم دين لشعبكم إيصال العدالة للضحايا. أما مقولة عفى الله عما مضى اللي سادت بالزمن الأخير خوفاً على السلم الأهلي يجب وضع حد لها. المجتمع اللي ما بيوقف حد لهيك جريمة هو مجتمع مريض ومرهق. أنتم مؤتمنون على القانون وأوكلكم الشعب اللبناني بهالمهمة، ما تخيبوا أمل من أوليكم هالأمانة. نبشنا على طرق كتيرة لنوصل لهدفنا الواحد والوحيد، الحقيقة والعدالة. توجهنا لكل المعنيين بمسؤولية البلد من رأس الهرم، وما اكتفوا باللامبالاة بل بالقبض على صاحب الحق وترك المجرم فلتين بالرغم من كل مذكرات التوقيف الصادرة بحقه عن القضاء. أنا ويليام نون خيو الشهيد جونون البطل. أول شيء بدي رحب اللي إجوا. بدنا نرحب بالنواب اللي اجوا، بس بدي اطلب منكم كلكم تطلعوا في كريستين مكتوب عليها غازي زعيتر ملغات، علي حسن خليل ملغات. هودي الشخصين، بس قبل الزقفه بس كلمه بالعمليه، هودي الشخصين كانوا بجلسه رئيس المجلس عم يتصرفوا انه هن ناس طبيعيين، هن ناس مطلوبين في برقبتهم دم، وبالعمليه ومن الكل النواب الحاضرين والغايبين ولا حدا يتعاطى معك انه النواب طبيعيين. هودي لا مش زملائكم، هودي لا ممنوع نسلم عليهم، هودي لا ممنوع نرحب فيهم مهما كان النائب اللي حكي هون او غير النواب، من اللي بنحبهم واللي ما بنحبهم. هودي الاشخاص في برقبتهم دم، هودي الاشخاص مش زملاء بالمجلس، عملوا معروف، هي تكون متفقين عليها من هلا. رح احكيكم عن الشق اللي انا سوري رح احكيكم عن الشق اللي بيصير معي انا وداف وبيتر ورالف واخوات كل شباب فوج الاطفاء والاهالي المدنيين، اللي هو التعاطي من السلطه مع الاهالي. اول شيء نحن باربع اب ليل ثلاثة اب نمنا عيال طبيعيه، امنا 232 عائله في صوره جديده معلقه هون مات جمعه الماضي، 232 عائله قاموا ميت منه الناس. كان المطلوب منا نسكت، كان المطلوب منا انه لا نقبل باللي صار، كان مطلوب منا نقول له لا هالبلد ولا مره وصلنا الحقيقه، وهيدا الشيء على طول بيصير، بس لا فشلوا صراحه. لانه ولا مره وصلنا الحقيقه، وانا بلوم الاجيال اللي قبلنا، لان انتم ولا مره وصلتوا الحقيقه،
صار اللي عم بيصير معنا هلا. لو انتم قدرتوا توصلوا مره واحده الحقيقه، مع ان في كثير ناس جربوا، في كثير ناس حاضرين معنا، اهاليهم واخواتهم شهدوا ونحن بنقدر شهادتهم. لو مره واحده قدرتوا توصلوا للحقيقه كنا نحن هلا الشغل علينا اهين. نحن كان عندنا خيار من اثنين، يا بدنا نقعد نبكي، انا بقدر اللي بيبكوا، امي وحده منه بتضل تبكي وبستحي تطلع بعيونها ثلاث ارباع الاوقات، يا بدنا ننتفض ونجرب نعمل شيء. ونحن قررنا ننتفض. هلا في ناس عجبهم انتفاضتنا، في ناس ما عجبهم هذا الشيء بخصهم صراحه، في ناس بحولوها بالسياسه، في ناس بحولوها بالشخص، هذا الشيء كمان بخصهم. نحن المقياس عندنا بشكل كثير طبيعي وواضح، كل شخص بيوقف ضد التحقيق هذا الشخص ضدنا، كل شخص بيوقف مع التحقيق هذا الشخص معنا، ولا مره يحولونا اياها لا سياسي ولا شخصي. هذه الصوره اللي حاطينها ورا انا بالاخر همي ما بتعني لي، بالنسبه لي شيء كثير بسيط باللي صار بالموضوع، بس اللي بيعني لي بين نهار انه امي وقفت ساعه على سكنه الحلو عم بتنبش علي، وقريبه من اليونسكو اللي في زعران بري كانوا ضاربيننا قبل بجمعه. فكل حدا يحط حاله محلنا، محل نحن الشباب والصبايا اللي قاعدين هلا قدامكم، نحن مش شهداء عداله، نحن مش شهداء، مش نحن مش شهادين عداله، سوري. هول الامات قاعدين هون مش شهادين، هول الامات مش مجبورين كل مره يقوموا ينزلوا على الطريق يحملوا الصور مثل الشهادين ويقعدوا ينطروا على باب العدليه، كل ما مره بدنا تروح من قاضي لقاضي بدنا نترجيهم، بدنا نفوت على السعاده نكسر نحن وياهم ونخبط، هذا اللي بينتقدنا وهذا اللي بيسبنا وهذا اللي بيخوننا، اللي بيعملنا قبل اربعه بقضيه من سفرات تنعمل انتفاضه بالبلد، لا يا حبيبتي لا، نحن اهالي ضحايا وشهداء، نحن بدنا العداله، جيبوا لنا العداله بترتاحوا من صوتنا، قبل ما تجيبوا لنا العداله رح نضل نطوشكم ونزعجكم، والنواب الموجودين هون والنواب الغايبين المسؤوليه عليكم كثير كبيره، الشعب نقاكم، صحيح انه في منكم قبل القضيه كانوا واقفين حدنا ونحن بنشكرهم، بس في ناس قبل القضيه كانوا بعيد عنا، بنتمنى يقفوا معنا خاصه القراب اللي هن من المنطقه المتفجره، هي القضيه قضيتكم، والمطلوبين بالمجلس معكم هم مش ناس طبيعيين، ورئيس المجلس مع رئيس التحقيق، وزميل رئيس المجلس مع رئيس التحقيق، بدكم توقفوا بوجهه وتقولوا له، بدكم تقطعوا لنا القوانين اللي نحن بدنا اياها، والا هيك مرتجي بكون اسمكم انتم على الكرسي بدل غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ميرسي. اوكي وصلنا للخاتمه. بس تروحوا على المجلس طلب صغير، اول شيء بدي اياكم كل يوم تطلعوا باللي حواليكم وتشكروا الله عليهم، انه ولا نهار بحياتكم رح تشوفون اشلاء ورح تنبشوا ببرادات عليهم، رح تعلقون صور على الحيط وتقعدوا تتاملون كل الليل وتحكوا معهم. بس توصلوا على المجلس تذكروا هالعالم، تذكروا اللي بتحبون، قولوا للكل انه نحن هون اليوم كرمال اللي ما راحوا بأربع آب، اللي راحوا ارتاحوا يمكن من بلد تعب، من بلد جرحون وقتلون، بس نحن هون اليوم كرمال كل شخص بعده عايش وكرمال نجيب حق اللي راحوا. هالشهادات اللي سمعتوها اليوم هي جزء بسيط من القصص اللي صارت بأربعة آب ومن بعد أربعة آب، رح نضل نذكرها للتاريخ يذكرها وللتاريخ يذكر مين ساعدنا ومين وقف حدنا ومين وصلنا لبر الأمان والعدالة اللي هي رح تنقذ لبنان. بالتوثيق اللي عملناه، هالتوثيق تاريخ لكل شيء صار معنا من أربعة قبل اليوم، أحوى مطبوع بتقارير موجودة على الباب، اللي بحبه وفال اللي ياخد تقرير معه. أكيد بمساعدة كتير عالم جمعنا معلومات مبعثرة، أنا كنت عم بسأل، حدا غيري كان عم يسأل، ما في ولا جهة سياسية ولا جهة سفارات ما بعرف شو ساعدونا، في مؤسسة حقوق الإنسان بلبنان هي ساعدتنا كرمال نعمل هذا التاريخ. ما حنوقف اليوم، هذا التاريخ رح نضايد، رح يضل مكمل، رح يضل عم ينكتب في أسطر وأسماء رح تنذكر دايما وعطول. يمكن تركتوا جروح، مش انتو العالم اللي مسببين لهالانفجار، تركوا جروح بأجساد العالم ما بتخلص، وتركوا صور بذاكرتنا ما رح تروح أبدا وما فيهم يمحوها. يمكن يمحوا أثار الجريمة، يمكن يمحوا كتير قصص وأدلة، بس اللي زرعوه فينا بذاكرتنا وعلى أجسادنا ما حينمحى، ما اوعى يفكروا بنهار رح ينمحى. نحن مكملين، مكملين دايما وعطول نقرخ ونكتب أسماء ساعدتنا ووقفت ضدنا، ومنلتقى إذا الله راد بيوم العدالة. التقرير صار موجود بلغتين على الباب، رح يعطى خصوصا
سعادة النواب، بتمنى منكم تاخدوه بعين الاعتبار بشكل كتير كبير. مضطر قول يلي بدي قوله هلأ، شكر وسمي الناس بأسمائها لحتى ما ينقال انه اهالي الضحايا والشهداء او نحن في سفارات ورانا لحتى ركبنا بوديوم او جبنا كراسي او بنعمل هيدا الموضوع. نحن في ورانا ناس بتناضل لاخر رمق بحياتها. بدي اشكر شركة فيزيول لبيترو الحاج، بدي اشكر الكسندر باز للصوت، هودي كلهم تقدمة. بدي اشكر إلي حشوشي للكراسي، بدي اشكر اغوب يا غاليان للكهرباء اللي قدم لنا اياها، بدي اشكر إلي محفوظ للباركينج وللرهبانية اللبنانية المارونية اللي كمان سمحت لنا انه نكون بقلب صحن الدير. بدي اشكر بشكل كتير كبير مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني